في النهاية تمكن اللصان من الوصول إلى كوخ الهداوي، تعامل معه بعنف، ولكنه ظل ينكر أن يكون له علم بالحقيبة. تركاه وهدداه بالقتل إن لم يحضر الحقيبة بعد يومين على الأكثر. الخاتم الذي مضى الهداوي يريد بيعه في سلا أوصل الشرطة إلى اللصوص. ملفات بوليسية، قصص من ملفات الشرطة المغربية، كتبها الأستاذ عبد اللطيف بوحموش، صاغها للإذاعة ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. ملفات بوليسية، القصص التي نقدم لكم هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير أسماء الأشخاص وأحيانا الأماكن، وإذا ما وقع تشابه أو تطابق في الأسماء أو الوقائع فإنه من باب الصدفة ليس إلا. ملفات بوليسية. الهداوي واللصوص، الحلقة الثانية والأخيرة. على مدى 3 أيام ظل الرجلان اللذان نفذا عملية السطو على جوهرية عبد الرحمن النحاس يترددان على ضفة نهر أبي رقراق في محيط قنطرة مولاي الحسن. كانا يبحثان عن تلك الحقيبة الجلدية التي ألقيا بها لما كانت الشرطة تلاحق سيارتهما، وكانت تحتوي على كل ما استوليا عليه تحت تهديد السلاح من حلي ذهبية نفيسة. وقد أثار تردّدهما على ضفاف النهر انتباه هواة الصيد الذين يرتادون المكان، وبشكل خاص أولئك الذين ينبشون الوحل بحثا عن الديدان التي يتخذها الصيادون طعما. لم يتفطن إلى أنهما مراقبان. كانت الضابطة عائشة الحمادي التي أوكل إليها أمر الإشراف على مراقبة الرجلين تبلغ العميد محمد الزيات أخبارهما أولا بأول. كان رجالها يأتونها بكل تفاصيل وكانت تنقلها إلى رئيسها. تبين للعميد أن وراء تردد الرجلين على ضفة أبي رقراق سر قد يكون مفتاح حل اللغز المحير الذي يمثله اختفاء المجوهرات التي نسبت سرقتها إليهما. لم يكن العميد الزيات بكل التجربة التي راكمها في أسلاك الأمن الوطني ليستسيغ أن يفلت الضامنان من قبضة العدالة. كان شبه موقن أن الرجلين هما اللذان نفذا عملية السطو على تلك الجوهرية في شارع علال بن عبد الله. لم يكن له أن يصدع بما يعتقده إذ ليس بين يديه دليل إثبات. دليل الإثبات المفقود ذاك هو الذي جعل نائب الوكيل العام للملك يخلي سبيلهما. بعد أن أعياهما تقليب الوحل والبحث بين الصخور قرر أن يتقرب إلى أولئك المنقبين عن الديدان علهما يظفران منهم بما ينبئ عن مآل الحقيبة. غادر أحدهما المكان، امتطى سيارته ومضى إلى المدينة، قصد محلا لبيع الحلويات واشترى عددا منها وبضع قنينات من المشروبات الغازية. بعد أقل من ساعة عاد إلى ضفة النهر. بدون أي تمهيد دعي المنقبون عن الديدان لتناول قطعة حلوى. تظاهر الرجلان بأنهما يريدان الكشف عن سر ترددهما على ضفة النهر، وزعما أنهما أضاعا مفاتيح منزلهما في الرباط قبل 3 أيام. ثم استدرج بعض ممن تحلقوا حول علبة الحلوى للكشف عن الذي تغيب يومها. كانت لذيذة قطع الحلوى، وبسهولة نطق أحدهم أن الهداوي لم يظهر في المكان منذ 3 أيام. ومن هو الهداوي؟ سأل أحد الرجلين. اقترب منه الذي تكلم. إنه واحد منا، يعمل هو الآخر في جمع الديدان لبيعها للصيادين. كان خلفه أحدهم ابتسم ابتسامة عريضة كشفت عن فم كاد يخلو من الأسنان، ثم قال: الهداوي يا سيدي رجل بدأ يتقدم به العمر، وهو يعيش بيننا منذ 10 سنوات. إنه يسكن كوخا بالقرب من ضريح سيدي موسى الدكالي. هل لك أن تدلنا على كوخه؟ إنه لا يبعد كثيرا عن مكاننا. ابتسم أحد اللصين، ثم بعد لحظات
طلب من ذي الفم الذي كاد يخلو من الأسنان أن يرافقهما إلى كوخ الهداوي. كان أحد الذين تولوا مراقبتهما على صخرة في وضع صياد هاو، وما أن تحرك حتى اتصل بالضابطة عائشة الحمادي وأبلغها بذلك. في الجانب الآخر من الضفة كان أحدهم في سيارة مموهة يتبع خطوات الثلاثة. توقف ثالثهم بعد أن أشار إلى كوخ الهداوي. على الفور بلغت الضابطة بالأمر، وقد أول العميد محمد الزيات ذلك باحتمال أن يكون صاحب الكوخ شريكا لهما، أو أنهما أخفيا ما سرقاه من حلي عنده. وبينما استمرت المراقبة اتصل العميد الزيات بدائرة الأمن الوطني في حي سيدي موسى بسلا، سأل عن رجل معروف بالهداوي، وبمساعدة المفتش المكلف بالاستعلامات علم أن الهداوي رجل في عقده السادس معروف في المنطقة، ويأوي ليلا إلى كوخ بجوار ضريح سيدي موسى الدكالي، كما هو حال فقراء ومتشردين كثيرين يقصدون المكان ويستفيدون مما يجود به المحسنون من طعام. في ذلك اليوم لم يطرق اللصان باب الهداوي الذي صار بدوره محط مراقبة من الشرطة. بعد يومين عاد الرجلان، ترك سيارتهما غير بعيد، ثم تقدم إلى باب كوخ الهداوي. لما فتح دفعاه إلى الداخل واقتحم الكوخ. ظل هناك زهاء نصف ساعة، ثم خرج يجرانه نحو سيارتهما. ذهب به إلى مكان خال في شاطئ الأمم. انهال عليه بالضرب، ولعلهما لم يظفر منه بشيء لما أعاداه إلى مكان قريب من كوخه. كانت آثار الضرب بادية على وجهه. تريثت الضابط المكلف بالمراقبة، كان العميد الزيات يرى الإبقاء على الهداوي تحت المراقبة. صباح اليوم التالي خرج الهداوي من كوخه وتبعه مفتش إلى أن وصل إلى باب بوحاجة. واصل سيره إلى حي الحرارين حيث توجد عدة محلات لبيع المجوهرات. دخل أحد تلك المتاجر. لاحظ المفتش الذي تبعه أنه يعرض على التاجر خاتما من ذهب. وبينما كان التاجر يتفحصه اتصل المفتش بالضابطة عائشة وأبلغها بالأمر. حضرت بسرعة. كان التاجر يطالب الهداوي بوصل حيازة الخاتم. تدخلت الضابطة وسألته عن مصدره. ادعى أنه عثر عليه في ضفة أبي رقراق حيث يقوم بجمع الديدان لبيعها للصيادين. قبض على الهداوي وسيق إلى مفوضية الشرطة في سيدي موسى. باشرت الضابطة عائشة الحمادي استجوابه. أنكر كل علاقة بالرجلين اللذين اعتديا عليه. في تلك الأثناء استدعي تاجر المجوهرات عبد الرحمن النحاس الذي كان محله قد تعرض للسطو مساء ذاك الخامس من أبريل من العام 2000. لما وصل عرض عليه الخاتم، أكد أنه من القطع التي سرقت منها. لم يتراجع الهداوي عن أقواله، إذ ظل يؤكد أنه عثر على الخاتم بينما كان ينقب على الديدان. قال بائع المجوهرات إن محله مؤمن على السرقة، وإن الخسائر التي تعرض لها تزيد عن 200 مليون سنتيم. أضاف أن شركة التأمين وافقت على دفع التعويض، وإنها تعرض مكافأة هامة على من يساعد في الوصول إلى اللصوص والتعاون مع الشرطة لاستعادة الحلي المسروقة. تقدم التاجر من الهداوي وقال له إنه سيعطيه 10 ملايين سنتيم إن هو تعاون مع المحققين. بلغت النيابة العامة بتلك التطورات، بينما قرر الهداوي البوح بما يعلم. قال إنه بينما كان في ضفة النهر مساء ذلك اليوم فوجئ بحقيبة تسقط غير بعيد عنه، كانت مملوءة بالحلي الذهبية. أخذها ثم مضى بها إلى كوخه قبل أن يخفيها في مكان آمن بين الصخور. كان يفكر في مشروع يخرجه من الفقر، وقد ظن أن الكنز لن يضيع منها لما باغته الرجلان اللذان ضرباه. علم منه المحققون أنهما هدداه بالقتل إن هو لم يعد إليهما الحقيبة لما يأتي إليه مرة أخرى. أيقن المحققون أن اللصين سيعودان إلى الهداوي، ولذلك تم إقناعه بالتظاهر بأن لا شيء حدث وأن يساعد في الإيقاع بهما. مساء ذلك اليوم عاد إليه، اقتحم كوخه، وبعد دقائق خرج يتقدمهما.
توجه إلى صخور قريبة من الكوخ. وقف، كان أحد الرجلين ينهره، ثم وهو يتظاهر بالخوف منهما انحنى ينبش مكانا معينا بين تلك الصخور فأخرج الحقيبة، انتزعها منه أحدهما بقوة. في تلك اللحظة بالذات ظهر العميد محمد الزيات ومعه الضابط عائشة ورجالها. تم تطويق الثلاثة، صفد الرجلان واقتيد الجميع إلى مفوضية الشرطة. الآن توفر الدليل المادي الذي يثبت تهمة السطو المنسوبة إلى الظنينين. أحدهما كان يسمى عمر الطانجا ويعرف بالجن، رجل ذو سوابق، والآخر اسمه مروان الشيتا. علم المحققون منهما أنهما تعارفا في سجن الزاكي بسلا، حيث كان كل منهما يقضي عقوبة بالسجن. هناك اتفق على القيام بسرقة محل لبيع المجوهرات. كان الشيتا قد رحل قبل سنوات من فرنسا بسبب تورطه في أعمال سطو وسرقة. تم توثيق أقوالهما وقدما أمام الوكيل العام للملك بتهمة السرقة المشددة والضرب والجرح. ومع أن كل الحيلي قد ظهرت غير منقوصة، فإن تاجر المجوهرات عبد الرحمن التزم بوعده للهداوي، فجاءه بشيك بمبلغ 10 ملايين سنتيم. في تلك اللحظة فقط حكى الرجل قصته. كان بحارا في سفينة غرقت قبالة سلا قبل 20 عاما، كان من الناجين، لم يتمكن من العودة إلى مدينته العرائش، واتخذ من جوار ضريح سيدي موسى الدكالي مستقرا. بعد بضعة أيام مر على متجر عبد الرحمن النحاس. كان يرتدي ملابس جديدة وكانت لحيته مشذبة. جاء شاكرا مودعا. في ذلك اليوم عاد إلى أهله في العرائش. ملفات بوليسية.